رحمة الله. سيارة اليوم اللي معانا يا شباب كيا سيراتو، طبعا فيها مشكلة، المحرك تعرض لدرجات حرارة عالية، السيارة ما عاد تشتغل. ملاحظين كيف؟ ماشي؟ بس طبعا مثل ما شفت يا شباب المحرك ما بيشتغل، المحرك الكبس تبعه بيتسرب لداخل مجاري المياه. مثل ما لاحظتوا الكبس كيف كان بيطلع من الراديتر، كبس المحرك كله بيطلع لمجاري التبريد تبع المياه. طبعا المحرك هذا على كلام صاحب السيارة انه كان فك الجاسكت تبع راس المحرك مرتين، مش مرة واحدة، فكهم مرتين ورا بعض، والمشكلة هاي تحصل مع مرة ثانية والمياه تنقص. بهاي الحالة طبعا ما بنفك راس المحرك فقط، لا بنحل المحرك كامل، لانه على الاغلب انحصل في مشكلة عندنا في البلوك، داخل البلوك نفسه مش في وش السلندر. حاليا بنفك المحرك وبنتابع معكم خطوات العمل. ما شايفين يا شباب الزيت داخل الثروتل، صار في نفخ من المحرك لما ارتفع درجة الحرارة. ملاحظين الزيت والوساخة داخل الثروتل. طبعا شباب مثل ما تشايفين بنحل الانتيك مانيفول عشان يوسع الدنيا عندنا، نحل المرش والدنيا. ملاحظين الوصلة تبع المروحة هذه فيها مشكلة، ملاحظين هي كالعادة هي اللي بتعمل سبب المشكلة وارتفاع درجات الحرارة. ملاحظين الوصلة هذه الكفر بتاعها واللوك بتاعها خربان، ومصدياته عليهم شحوم وعليهم وساخة كثير. طبعا الجزئية هاي بتتغير، أول مروحة كاملة بتتغير. مثل ما شايفين كالعاده ما حدا بينتبه من القصص هذه الصغيره، هاي نبهت عليها انا كم مره بتعمل مشاكل سخونيه، بتفصل المروحه ما بتصير تشتغل. هنا شباب كيف المياه طالع من الفتحات تبعت الاكزوست تبعت العادم. ملاحظين المياه كيف؟ لاحظوا يا شباب كيف لغين بلف الحرارة، لاحظين كيف مفتوحة، لاحظين كيف لغين بلف الحرارة. طبعا هذا أكبر غلط يا شباب، شايلين السلندر اللي هنا اللي بيضغط على البلف اللي بيقفل البوابة اللي هنا، طبعا هذا أكبر غلط يا شباب.
شباب هذا الاكتويتر تبع الكام شافت تبع الفيربل كام شافت تبع راس البي في تي، وهذا كام شافت. لاحظين كيف؟ لاحظوا كيف اثر تخليط المياه والزيت هنا؟ لاحظين كيف اثر تخليط المياه والزيت هنا؟ كيف يا شباب اثار المياه اللي متخلطه مع الزيت؟ لاحظين كيف يا شباب اثار المياه مع الزيت كل المحرك؟ لاحظين تعمل لون طحيني تقريبا. لاحظين كيف؟ مثل ما انتم ملاحظين هنا يا شباب هذول كرسيين مختلفين، واحد مكتوب عليه اي واحد اي واحد اي، والارقام تبعهم اللي هنا اي 1 2 3 وهذا الرابع، والاي اللي من الداخل 1 2 3 واللي بيدي هو الرابع. معنى اي انتيك ومعنى اي اكزوست، الاي تبع الكامشافت تبع الانتيك والاي تبع الاكزوست، عشان كل واحد يرجع يركب مكانهم كويس، انتيك والاكزوست. طبعا مثل ما شايفين يا شباب حلينا وش السلندر تبع المحرك. طبعا في شيء هنا لاحظوا، لاحظين البستم كيف عامل من داخل؟ لاحظين هذا سليم، ولكن البستم هذا سايح من درجة الحرارة. ملاحظين حتى الشمبرة باين عليكم؟ لاحظين كيف يا شباب؟
طبعا واضح جدا ان البلوك من هنا فيه انعواج، ان من هنا كانت تسريب المياه، هذا من هنا كانت تسريب المياه اللي دخل المياه على غرفة الحريق، هذا هو السلندر اللي كان فيه مشكلة. البلوك من هنا كان فيه انعواج، دخل مياه من مجاري المياه هذه اللي هنا للداخل، والمحرك مع درجة الحرارة العالية ودخل مياه على غرفة الحريق، البسم صار فيه مثل ما انت شايفين سايح. وهذا هو السلندر، طبعا حالته سيئة جدا، ملاحظين الاجوان اللي كان راكب كمان حالته سيئة جدا. لاحظين كيف يا شباب؟ لاحظين الصدى والتآكل اللي فيه؟ لاحظين كيف يا شباب الصدى والتآكل اللي في وش السلندر؟ حالته سيئة جدا جدا. طبعا في الحالة المحرك لازم اوفر هول كامل، توضيب كامل. استنوا نرفع لكم السلندر لفوق نوريكم. لاحظين كيف يا شباب؟ لاحظين حتى الشنابر باينة من هنا. طبعا وسبب المشكلة هي مثل ما شفتوا انتو، الفيشة تبع مروحة الريدتير، والريدتير كمان كان مسدود، كان عامل مشكلة بدورة المياه. لاحظين يا شباب الفيشة تبع المروحة هذه لازم تتبدل، ممكن نبدل مروحة كاملة. والريدتير حالته سيئة جدا، كان عامل مشاكل بدورة التبريد، هي اللي سببت هاي المشكلة. اللي مثل ما قلت لكم البلوك صار فيه انعواج من هنا ودخل المياه لداخل غرفة الحريق، أدت إن البستم يسيح بهاي الشكل من كثر ارتفاع درجات الحرارة. طبعا حاليا لازم نجيب ريدتير جديد مع المروحة كامل، وممكن نعمل اوفر هول للمحرك، وممكن نشوف لو التكاليف قريبة من إن نجيب شورت بلوك للمحرك راح نجيب الشورت بلوك كامل. راح نجيب البلوك تبع المحرك مع راس السلندر وغطاء التكيات متقفلين كلهم على بعضهم ونبدلهم كامل، لو تكاليف الاوفر هول راح تفتح كثير. طبعا الاوفر هول هنا عشان ينجح لازم بساتم جديده والشمايز هذه تنخرط، ولازم وش السلندر ينعمل له توظيف كامل، نملى الفراغات هاي اللي فيها تاكل ونمسح من جديد، ونعمل نخدم الصمامات فريزه وروديه وكوتش صباب، وهنا الشنابر بتتغير، وطبعا على الاغلب كمان نخرط الكرنك ونركب سبائك جديد. راح نشوف شو راح نعمل وبتابع معاكم خطوات العمل، اما بنبدل المحرك او بنعمل اوفر هول كامل.